أيضا تسأل عن المرأة، تقول عندما تكون الحيض على المرأة ثم خرجت في زيارة لبعض الصديقات ولبست إحدى فساتينها الخاصة بالزيارة، وبعد عودتها خلعت هذا الفستان، ثم بعد أن تطهرت لبسته مرة أخرى وهي لبسته وعليها العادة، فهل يصبح هذا الثوب نجسا أم لا؟ هذا الثوب لا يصلح إلا إذا أصابه دم الحيض، نعم. وإذا أصابه دم الحيض فإنها تغسل الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا سئل عن دم الحيض يثب الثوب، فقال النبي يفته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، أو قال ثم تغسله ثم تصلي فيه. فهذا الفستان الذي لبست إذا لم يصبه الدم فهو طاهر يجوز الصلاة به، وإن أصابه الدم غسل الدم ثم صلت.